مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في القدس العربي مقتل متظاهرين اثنين واصابه 15 اخرين في ساحه السنك بالعاصمه العراقيه. في وكاله يقين بغداد، القوات الامنيه تعتدي على المتظاهرين قرب جسر السنك. في البصائر مطالبات بحماية التدريسيين والمتظاهرون يتبرؤون من الاعتداءات. في الهيئة نت مصادمات بين محتجين وقوات مكافحة الشغب وسط بغداد تؤدي إلى مقتل وإصابة عشرة متظاهرين. في الشرق الأوسط بريطانيا تعتبر حزب الله منظمة إرهابية وتقر تجميد أمواله. في العربة اللندنية تخلص من وجود إيران في سوريا المرحلة التالية بعد سليماني. وفي الجزيرة نت مجهول باغته برصاصة في الرأس، الإعلان عن وفاة نجل الداعية أحمد ديدات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، البداية بمقال منشور في صحيفة العرب اللندنية وجاء تحت عنوان الفرصة الأخيرة لمنتسبي الحشد الشعبي. المرجعية الشيعية غير قادرة، يقول الكاتب، غير قادرة على سحب ثقتها من النظام السياسي القائم ودعم مشروع وطني جديد، لأنها تخشى أن يخرج الحكم من مؤسسة الإسلام السياسي الشيعي الذي كانت نتائجه انهيار البلاد. هذا ما جاء في مقال للكاتب مجد السامرائي في العربة اللندنية، المزيد في سياق المادة التالية. النظام السياسي الحالي أصبح رهن الميليشيات المسلحة الموالية لإيران والمتخفية تحت لافتة الحشد الشعبي، وهو عنوان انتهت مفاعيله عام 2017 بنهاية الحرب على داعش، بعد أن قدم خلالها شباب العراق دماءهم من أجل الأرض العراقية إلى جانب القوات المسلحة وأبناء المحافظات المحتلة. لكن قيادات الميليشيات كانت تعمل بإشراف قاسم سليماني على توفير ظروف التحكم بالقرارات السياسية والعسكرية في العراق ضمن مشروع تفريس العراق أيديولوجياً وسياسياً، فتم تركيب مضادات إعلامية قوية للحفاظ على مؤسسة الحشد بعد توفير شرعيتها القانونية من خلال إحاطة جميع الفصائل المسلحة حتى تلك غير المنضوية تحت هذه التسمية بنوع من القدسية المفروضة على الناس كجزء من مسلسل المقدسات التي شاعت بعد عام 2003 لدرجة معاقبة من ينتقد انتهاكات العاملين في صفوف الحشد بالمادة 4 إرهاب. أصبح سلاح الميليشيات هو المتسيد في الشارع العراقي رغم أن الدستور يحرم ذلك، لكن الاندفاع الميليشياوي واجه مسلسل الصدمات بعد انتقال استراتيجية النظام الإيراني إلى مرحلة اعتبار العراق ساحة صراع سياسي ولوجستي متقدم لمواجهة واشنطن. يضيف ماجد السامرائي، وقعت تلك الميليشيات في الفخ الإيراني وفقدت الحد الأدنى من معايير الوطنية العراقية، حيث انتقلت بوتائر سريعة للتماهي مع تعليمات قائد فيلق القدس سليماني التي تطلبت القيام بسلسلة الفعاليات العسكرية ذات الطابع الميليشياوي في تبادل الضربات العسكرية على مواقع الحشد وتخوم المنطقة الخضراء ببغداد حيث مقر السفارة الأمريكية. الآن إلى صحيفة الأيام الفلسطينية، ولكن نبقى في الشأن العراقي وتحت عنوان لماذا لن تنسحب القوات الأمريكية من العراق؟ كتب هاني حبيب، على إثر قرار البرلمان العراقي بسحب كافة القوات الأجنبية من البلاد بما في ذلك وخاصة القوات الأمريكية، ثار جدل واسع حول مدى قانونية هذا القرار بالعودة إلى الاتفاقات بهذا الشأن بين بغداد وواشنطن من ناحية، وإن هذا القرار اتخذ في ظل غياب الأهم من مدى قانونية هذا القرار هو الموقف الأمريكي من ناحية أخرى، والذي ظهر من خلال تصريحات الرئيس ترامب ووزير خارجيته تحديدا.
إن واشنطن ليست بصدد الاستجابة لهذا القرار. حول الوجود الأمريكي في العراق كتب هاني حبيب في صحيفة الأيام الفلسطينية: في البداية نعتقد أنه من المهم التذكير بحقيقة تغيب بعض الأحيان في ظل موجات إعلامية وسياسية تطغى على الذاكرة. فالغزو الأمريكي على العراق في العام 2003 لم يتم بدعوة من النظام العراقي بطبيعة الحال، كما أنه خارج سياقات القرارات الدولية، باعتبار أن التحالف الذي قام بغزو العراق لم يكن بقرار من مجلس الأمن. النقاش حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق ليس جديداً. الرئيس الأمريكي السابق أوباما كان قد أعلن عن انسحاب هذه القوات عام 2011، إلا أنه تراجع عن القرار بعد تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مدينة الموصل. ولعل أهم نتائج الغزو الأمريكي للعراق ثم التحالف الذي قادته واشنطن تحت مظلة الحرب على داعش والإرهاب، تزايد النفوذ الإيراني في العراق بأشكال عديدة سياسية وأمنية بدرجة أولى، ثم أن مثل هذا التواجد يعود إلى مقارنات تجعله مختلفاً عن الغزو الأمريكي باعتبار إيران دولة جارة للعراق، ثم أن أهم مكونات المجتمع العراقي ترتبط طائفياً بإيران، وإذا كان هذا الارتباط قد تعزز في السنوات الأخيرة التي تلت غزو أمريكا للعراق، فإن ذلك يعود بدرجة رئيسة إلى هذا الغزو ونتيجة مباشرة له. يقول هاني حبيب إن النظام السياسي العراقي بات أكثر التزاماً بالتقسيم الطائفي لمكونات الدولة، لذلك يمكن القول إن الوجود الإيراني في العراق لا يتحقق بفعل اتفاقات أو معاهدات بقدر ما يتعلق بالأبعاد الاجتماعية والطائفية التي عززها الغزو الأمريكي لهذا البلد، وهي الأبعاد ذاتها التي أبعدته عن حقيقة عروبته وانتمائه القومي للأمة العربية. الآن إلى مقال آخر وتحت عنوان: محنة السلطة في العراق، الشيعة السياسية ومحنة السلطة في العراق. كتب إياد العنبر: تتكرر كثيراً عبارة في نقد السلوك السياسي للأحزاب والقوى السياسية الشيعية في العراق. قراءة الواقع السياسي والاقتصادي في العراق تؤشر إلى أن فرضية المؤامرات قد حققت وبسهولة حققت جميع غاياتها وأهدافها، ليس بسبب براعة ودقة المخطط التآمري، وإنما لفشل القيادات السياسية الشيعية بعد عام 2003. مقال الكاتب إياد العنبر في موقع الحرة العراق: لو تآمرت دول العالم بأجمعها على تجربة حكم الشيعية السياسية في العراق لما حققت غايتها بمثل سوء الإدارة والفساد المستشري بالعراق، والذي يعد العنصر المشترك بين جميع القوى السياسية بمختلف انتماءاتها المذهبية والقومية. ويبدو أن قوى الإسلام السياسي الشيعي رغم هيمنتها على مقاليد السلطة بعد 2003، إلا أن تفكيرها وسلوكها السياسي لم يتخلص من عقدة التفكير كأقلية مظلومة والتعاطي مع الدولة بمنطق المعارضة. لم يغادر خطاب الشيعية السياسية في العراق عقدة التفكير ومشاعر الأقلية المظلومة رغم هيمنتهم على مقاليد السلطة والنفوذ، ولذلك تجدهم يفكرون بمنطق جماعة داخلية في قبال جماعة خارجية، والتعاطي مع الأمور السياسية بهدف تسوير دائرة نفوذ القوى السياسية، والتلويح بأن خسارة المكاسب السياسية للطبقة السياسية الشيعية يعني ضياع فرصة الشيعة بالحكم. وهنا تكمن المفارقة، إذ بقي تفكيرهم محصوراً بدائرة مغلقة تعبر عن تفكير مأزوم بخطر زوال الحكم من بين أيديهم. إياد العنبر ختم ما قاله يقول إن مشكلة الشيعية السياسية في الحكم بعد 2003 تكمن في مسألة غياب القيادة التي تؤمن بمشروع الدولة، إذ لطالما كانت صراعات القيادات السياسية الشيعية عنوانها الأبرز كسر الإرادات بين الخصوم.
الآن إلى مقال منشور في صحيفة المدى بعنوان لدولة والسلاح في العراق. دكتور لؤي خازع الجبر يكتب: أحد أهم أركان بنية الدولة هو احتكار وسائل العنف، بمعنى أنها الكيان الوحيد الذي يحق له امتلاك واستعمال السلاح، ولا يسمح بذلك لفرد أو جماعة خارجه، ومتى ما حدث ذلك غابت الدولة وكانت لا دولة. وهذا ما يحصل في العراق من وجهة نظر الكاتب لؤي خزع الجبر في مقاله المنشور بصحيفة المدى. في العراق الآن لا دولة، فالجماعات المسلحة فيه لا تعد ولا تحصى، وهي أقوى من الحكومة، بل هي من تسير الحكومة وتتحرك بغطاء ودعم من الحكومة، كما تفرض وجودها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بقوة السلاح. ووجود هذه الجماعات هو أخطر ما يهدد البناء الاجتماعي والدولة في العراق، فيما لم تجرد تلك الجماعات من السلاح لا يمكن إقامة حياة سوية. وهذه الجماعات تدافع وجودها بالاستناد إلى مبررات متنوعة، وقد تتداخل هذه المبررات، لكن من الضرورة تحديد التمايزات وتعرية التبريرات. أن تقوم بموقف إيجابي لي لا يعني أن تستبعدني وتجعلني أقبل منك ما لا يقبل، فأنا أضع موقفك الإيجابي في أعمق منطقة في قلبي، لكنني لا أقبل أن تتحول إلى قوة قامعة ومدمرة، لذلك بذاته يسيء إلى موقفك الإيجابي، يهدمه، يمحوه، يشوهه. بمنطق الدولة، للسلاح مكانه وزمانه وموضعه، وضرورته وقيمته ترتبط بذلك، ومتى ما تخطى حدوده والتهم الحياة المدنية فقد قيمته وأصبح مهدداً للدولة والمجتمع. الدولة والسلاح في العراق، يقول لؤي خزع الجبر في ختام مقاله: نحن الآن في لحظة فارقة لابد أن نتخلص فيها من تلك الثقافة والسلطات، لابد أن نعي بأن الحياة السليمة لا تبنى إلا بثقافة السلام والأمان والحرية، وبدولة قوية لا تسمح لمواطن ولا لجماعة بامتلاك السلاح. الاحتباس الحكومي في تونس، هذا مقال لمحمد هنيد يقول فيه: سقطت حكومة رئيس الوزراء المكلف سيد الحبيب الجملي، ولم تنل ثقة مجلس النواب الشعب بعد انتظار طويل ومخاض أطول. انتظر فيه أهل تونس أن تسفر المحادثات بين مختلف المكونات السياسية التونسية عن حكومة إنقاذ قادرة على إخراج البلاد من أزمتها. هذا الفشل ضاعف من أزمة تشكيل الحكومة. حول الاحتباس الحكومي في تونس، كتب محمد هنيد في موقع عربي 21: لا أختلف مع كثيرين في تونس وخارجها من الذين يرون أن المشهد التونسي بكل أزماته مشهداً عظيماً في محيط عربي مشتعل أو متكلس. هم يرون في الصراع التونسي علامة صحية ودليلاً على نجاح التجربة الديمقراطية التونسية التي صارت تسمح للبرلمان برفض الحكومة أو بتزكيتها، وهو فعلاً أعظم إنجازات الثورة. تتوهم أحزاب الدولة العميقة وعلى رأسها الحزب الدستوري الحر وحزب قلب تونس وحزب تحيا تونس أنها بإقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي ستتربع على الكرسي مكانهم، وهي لا تعلم أن الإسلاميين هم الضامن الوحيد لبقائهم في المشهد. لكن الشرعية الانتخابية ما كان لها أن تكون لولا شرعية الثورة، باعتبارها المرحلة التي جعلت من الشرعية الانتخابية أمراً ممكناً، وهو الأمر الذي يجعل من الشرعية الثورية سقفاً أعلى وعتبة تسبق المنطق الانتخابي. يجدر التذكير هنا إلى أن شرعية ثالثة تضاف إلى ما سبق، وقد تأسس عليها المسار الانتقالي التونسي ممثلة في الشرعية التوافقية التي سمحت بتحالف فرقاء الأمس وضم رموز النظام القديم إلى البناء السياسي الجديد في خطوة تهدف إلى تفادي قانون العزل السياسي والتمكين
للمصالحة الوطنية. الكاتب محمد هنيدي يتابع قائلا: الثورة ثم الانتخابات، فالتوافق هي أهم المراحل التي صبغت المسار السياسي التونسي عقب ثورة الحرية التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد الفقيرة ووصلت إلى أقصى مشرق المنطقة العربية ومغربها. هذا الأمر لم ينجح إلى حد الساعة في ردم الهوة الفاصلة بين الدولة الناشئة وبين دولة العمق التي تحاول فرض شرعية جديدة هي شرعية الانقلاب والفوضى من أجل ضرب المشهد الانتقالي وإسقاط ثورة تونس. وصلنا المقال الأخير وهو للكاتب عمر كوش وتحت عنوان: من تهمه معاناة الليبيين أو السوريين؟ إنها المرة الأولى التي يعبر فيها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة يعبر فيها عن غضبه الشديد من استمرار معاناة الليبيين جراء الزيادة المستمرة في تدهور الأوضاع في بلادهم. عندما خرج غاضبا من جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي في 6 يناير كانون الثاني الجاري خصصت لمناقشة الأوضاع في ليبيا. نتابع هذا المقال لعمر كوش والمنشور بصحيفة العربي الجديد. ليس الأمر محصورا في الوضع الليبي، بل يمتد إلى مختلف الأوضاع في بلدان الثورات العربية وسواها، حيث ينظر المجتمع الدولي ممثلا بالقوى الدولية الفاعلة إلى سوريا مثلا مثلما ينظر إلى ليبيا، أي بوصفها موقعا جيوسياسيا مهما، وأهميته الجيوسياسية مقيسة بالنسبة إلى مصالح كل دولة، فيما تنظر هذه الدول إلى السوريين والليبيين عارضا من أعراض الصراع الإقليمي والدولي على البلدين، أي بوصفهم وقودا لنار تأجيج الصراع فيهما وعليهما، وبالتالي لا تقيم أي اعتبار لمن يقتل من الشعبين الليبي والسوري ولا لمعاناتهم ومآسيهم جراء استمرار الصراع. القرارات الأممية التي صدرت بخصوص الوضعين الليبي والسوري عديدة، لكنها لم تطبق على الأرض، كما لم تثمر اجتماعات مجلس الأمن الدولي عن أي شيء يصب في مصلحة الشعبين الليبي والسوري. لذلك من الطبيعي أن يبدي سلامة امتعاضه من مجلس الأمن الدولي الذي اجتمع 14 مرة منذ 4 أبريل نيسان الماضي ولم يتمكن من إصدار قرار واحد ضد وقف العمليات العدائية. عمر كوش الكاتب السوري أنهى مقاله بقوله: يستخدم المدنيون الليبيون والسوريون وسواهما وقودا للصراعات الدولية والإقليمية في ليبيا وسوريا وسواهما، حيث تهاجم قوات الدول الخائضة في دماء الشعبين المدنيين وأماكن سكنهم وعملهم، وتقصف المدارس والمستشفيات والأسواق ومحطات المياه والكهرباء، لكن أساساتها ينكرون ذلك، مثلما ينكر أساسة الروس حرب الإبادة التي يقودونها إلى جانب نظام الأسد في إدلب. كتب النجم الألماني ذو الأصل التركي مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال بمنشور على إنستغرام حمل الكثير من المعاني وحصل على تفاعل يزيد عن 2 مليون شخص. كتب أوزيل على حسابه الرسمي الذي يتابعه نحو 22 مليونا: الله السبب في أنني حتى عند الألم أبتسم، وعند الارتباك أفهم، وعند الخيانة أثق، وعند الخوف واصل القتال. ونال المنشور أكثر من 1,300,000 إعجاب وآلاف التعليقات. ويأتي هذا المنشور بعد مقابلة للألماني الدولي السابق قال فيها: مررت بفترة صعبة خاصة مع إيمري أوناي، أي المدرب، لكن كل شيء تغير الآن وأنا سعيد، ألعب بانتظام وكل شيء على ما يرام. وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية إلى أنه يشعر بالحيوية من جديد. نلقي نظرة وإياكم على كاريكاتير اليوم.
ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. مشاهدينا الكرام، طاب نهاركم وإلى اللقاء.